أعيدت تسمية سفينة إنقاذ ألمانية تنشط في البحر المتوسط على اسم الطفل السوري إيلان كردي الذي عثر عليه ميتاً على شاطئ تركي، ما جعله رمزاً مأساوياً لأزمة المهاجرين التي ضربت أوروبا العام 2015. وشارك عبد الله كردي والد الطفل إيلان وشقيقته تيما كردي في حفل إعادة تسمية السفينة في بالما دي مايوركا في إسبانيا.